جرى الله نبي محمد فقد الناصر فالحزن سرمد أجرى الله نبي قد الناصر فالحزن سرمد للهدى صاحب يا أبا طالب للهدى صاحب يا أبا طالب أجرى الله نبي محمد فقد الناصر فالحزن سرمد للهدى صاحب يا أبا طالب للهدى أجرى الله فقد الحزن سرمد للهدى صاحب يا أبا طالب للهدى صاحب يا أبا أجر آخر مرة أجر الله نبي فقد الناصر فالحزن سرمد أجر الله فقد الناصر فالحزن سرمد للهدى صاحب يا أبا للهدى صاحب يا أبا نصرة الحق موقف صعب سيما وسط جموع الشرك والأعداء حيث تهديد سجن أو موت ثمن الكلمة الموقف نصرة الحق موقف صعب سيما وسط جموع الشرك والأعداء حيث تهديد سجن أو موت ثمن الكلمة الموقف أن يرد وأبو طالب لم يرع خوفا من قريش وإلى مكرهم صد قائلا ابن عبد الله
ردد دعوته الأصدق، من يريد أن يلقى حتفا فليجرب يؤذيه حتما سيندم. يا محمد امضي قدما، صانك الله من الكفار سلام، صانك الله من نصرة الحق موقف صعب، سيما وسط جموع الشرك والأعداء، حيث تهديد سجن أو موت، ثمن الكلمة الموقف أن يرد. وأبو طالب لم يرى من قريش وإلى مكرهم صدى، قائلا إن ابن عبد الله هو ابني، رددت دعوته الأصدى. وأبو طالب لم يرع خوفا من قريش وإلى مكرهم صدى، قائلا إن ابن عبد الله هو ابني، رددت دعوته الأصدى. من يريد أن يلقى حتفا فليجرب يؤذيه حتما سيندم. يا محمد امضي قدما، صانك الله من الكفار سلام، صانك الله من كان يخشى قوم شركين ويهابون له احتراما، ليس بدعا ففي صلبه فارس بسيفه الدين قاما. كان يخشى قوم شركين ويهابون له احتراما، ليس بدعا ففي صلبه فارس بسيفه الدين قاما. وقريش ساومته قال يا ابن أخي امضي إماما، وبشعب وحصار ثلة الحق لها هو حاما، ثلة الحق لها هو حاما. كان يخشى قوم شركين ويهابون له احتراما، ليس بدعا ففي صلبه فارس بسيفه الدين قاما. وقريش ساومت
فأخذته قال يا ابن أخي امضي إماما وبشعب وحصار ثلة الحق لها هو حاما ثلة الحق لها كان يخشى قوم شرك ويهابون له احتراما ليس بدعا ففي صلبه فارس بسيفه الدين قاما وقريش ساومته قال يا ابن أخي امضي إماما وبشعب وحصار ثلة الحق لها هو حاما وقريش ساومته قال يا ابن أخي امضي إماما وبشعب وحصار ثلة الحق لها هو حاما لذا فقدوه قد كان هوت للدين أركانا فما أعظمه شانا أبو طالب عمرانا لذا فقدوه قد كان هوت للدين أركانا فما أعظمه شانا أبو طالب عمرانا وسمي عام حزن لفقد كان مضنين ودمعا تنك مزنين لطاها صب جفنين فمن شاء الهدى ينصر فلا يخشى جيوش الكفر ورب العزة كبار وغير الله لم يؤثر وقوفا ضد أطماع وما خاف شر أوجاع وحق له ما ضاع ويأبى يوم ينصاع ويأبى يوم ينصاع ملة الكفر لم تزل حربا ضد شخص الحق بالتزوير والإعلام زعموا أن المصطفى طه كافرا مات ألا تبا إلى الأقلاع ومعاونه كاتب الوحي عجبا سخرية الليالي والأيام أيساوى من بذل الغالي للهدى مع من بغى حربا على الإسلام ومعاونه كاتب الوحي عجبا سخرية الليالي والأيام أيساوى من بذل الغالي للهدى
مع من بغى حربا على الإسلام، للهدى مع من بغى حربا على الإسلام. ملة الكفر لم تزل حربا ضد شخص الحق بالتزوير والإعلام. زعموا عم المصطفى طه كافرا مات ألا تبا إلى الأقلى، ومعاونه كاتب الوحي عجبا سخرية ليالي والأيام. أيساوي من بذل الغالي للهدى مع من بغى حربا على الإسلام. إن نشأت بين إيمان ونفاق ظاهر للدين قد كان، بين من قد وحد الله ومن أبليس به للباطل شاد، أو من أبليس به للباطل شاد. لكن القوم حقد فيهم ضد مولانا علي اتهاما، ورثتهم حاملات حيدريات شجا وانتقاما. لكن القوم حقد فيهم ضد مولانا علي اتهاما، ورثتهم حملات حيداريات شجا وانتقاما. أعلنوا بالسب جهرا انتهكوا بغضا له كم حراما، ولولده أتباعهم كل قتل مثلة واهتضاما، كل قتل مثلة واهتضاما. لكن القوم حقد فيهم ضد مولانا علي اتهاما، ورثتهم حملات حيدرية شجا وانتقاما. علي طلق الدنيا فسمته عنا بغيا، كداما يأمر هديا، ومن للمنكر نهيا. علي طلق الدنيا فسمته عنا بغيا، كذا من يأمر هديا، ومن للمنكر نهيا. لكن القوم حقد فيهم ضد
مولانا علي اتهاما ورثتهم حملات حيدريات شجا وانتقاما أعلنوا بالسب جهرا انتهكوا بغضا له كم حراما ولولده أتبعوهم كل قتل مثلة واهتضاما كل قتل علي طلق الدنيا فسمته عن البغية كذا من يأمر هديا ومن للمنكر نهيا يقاسي شر أهوال ويلقى ظلم أنذال ولا يهدأ لهم بال إلى أن شخصه زال إلى أن يقاسي شر أهوال يقاسي شر أهوال ويلقى ظلم أنذال ولا يهدأ لهم بال إلى أن شخصه جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب تزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب صوت حبيبي جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب جيت لطلب بحياتي والطلب وسط المشاعر من زمان أتمنى والله ألتقي بأب الضمايا كربلاء أنا أوصل حلها ليا بن مضاهر حلها ليا بن مضاهر جيت لحسن الشوفية سجل اسمي جيت لحسن الشوفية جيت لطيب بحياتي والطلب وسط المشاعر من زمان أتمنى والله ألتقي بأب الضمايا كربلاء ليت أنا أوصل حلها ليا بن مضاهر حلها ليا جيت لحسن الشوفية سجل اسمي يا حبيب جيت لحسن الشوفية سجل اسمي يا حبيب
أجل اسمي إلى الزيارة هالسنة وطيف الولاي ما تخوفني الأعادي ما أخافي من البلاي جيت أحلفك يا حبيبي خذني زاير كربلاء خذني زاير كربلاء وللحسين الضامي بالله سجل اسمي يا حبيبي وللحسين الضامي بالله سجل اسمي يا حبيبي خاطري يا وصل قبره وبقصيده ارتجي وانعي بصوتي ونادي والدمع مي يلي يهي من قبر ليح سن اسعى تالي اوصل بالفضل تالي اوصل بالفضل ودي بس مره ازوره سجل اسمي يا حبيب ودي بس مره ازوره خاطري صلي قبره وبقصيده ارتجي وانعي بصوتي ونادي والدمع مي يهي من قبر لي سين اسعى تالي اوصل بالفضل وتالي اوصل بالفضل ودي بس مره ازوره ودي بس مره ازوره حق سبايا الغاضرية زينب الحورة أري أوصل بكربلا زاير والتقي بقهر الشهيد باربعينه يا المحرم أنا والله أنا والله من جديد لا تخيبني نختك سجل اسمي يا حبيب لا تخيبني نختك سجل اسمي يا حبيب حق سبايا غضرية زينب الحراري أوصل بكار ولا زايو والتقي بقهر الشهيد باربعينا يا المحرم انا والله من جديد انا والله من جديد لا تخيبني لا تخيبني نختك جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة بالنصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة بالنصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة
جيت أزور حسيني بالله سجل اسمي يا حبيب. 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 جيت لي طلبة بحياتي لا تخيبني أكيد. جيت أزور حسيني بالله سجل اسمي يا حبيب. جيت ولي طلبة بحياتي ما تخيبني أكيد. جيت أزور حسيني بالله سجل اسمي يا حبيب. جيت أزور حسيني بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد.